بهيدا الفيديو رح نتعلم الانستركسيون سب. لحتى أبلش بهذا الشغل مفروض بالأول أفتح فايل جديد، بحط شارج بقلب الميموري أو بقلب الرام بالأدرس دولار $0001db07$07، بتاني أدرس دولار $0002db$03، لحتى نقص بستعم بأول شي مفروض حط وحدة من هاو الميموري بقلب ال A ال دي A دولار $0001 sub a، هي اللي بنقص الانستركسيون اللي بنقص فيها sub a. بدي نقص الميموري $0002 دولار $02، وبدي من بعد ما خلصهم حطهم بالادرس ميموري 4 سبورة sda دولار $0000. بالنهاية أكيد بنهي البروجرام بأن هيك، بنزله هيك، بيجي لهوني شوف الرام مثل ما مبين عندي بالرام بالصفر صفر صفر واحد في عندي 7، بالصفر صفر صفر اتنين عندي 3. وإذا بلشت البروجرام ستيب باي ستيب مثل ما شوف بالاي في عندي 7، بيرجع 4، يعني هي معناتها 7 ناقص 3 اللي هي 4، والـ4 هلا بدي روح احطها بالرام وصارت موجودة، وبعمل فاينلي اند بيخلص البروجرام. طيب هلا اذا بدي نقص ميموري من المحتوى ميموري من رقم، مثل هون مثلا افترض بدي نقص من رقم مش من الادرس، بيجي لهون بعمل ds دولار 04، صرت عم نقص المحتوى 7 من 4 وحط الجواب بالصفر، بعمل ران بتأكد انه 7 بس نقصها من 4 بيعطيك الجواب 3، و3 بتروح بتحطها بالادرس ميموري 0 وبتعمل ان. اذا بدك تنقص رقمين من بعض هاو ما عادش لهم لزوم، فيك يا تشيلهم او تتركهم مثل ما بدك. انا رح اتركهم، لنفترض بدي نقص رقم 8 ناقص 2، بيجي بحط دياز دولار 0.8 ناقص حط 0.4، مفروض يطلع الجواب او لبينه عندي خليها 2 8 ناقص 2، لازم يعطيني 6 بهيدي الادرس. اذا عملت نزلتهم مثل ما شايفين هون معطيني هاو الارقام عادي، وإذا عملت ران 8 ناقص 2 أعطاني 6، والستة صارت موجودة ما إله دخل بيها. لهون بيكون خلص درسنا عن الصبر.